السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة جدا من الجامعة الإسلامية بغزة، وهي تتزين اليوم لتحتفل بذكرى تأسيسها 40 عاما من العطاء، مسيرة كفاح وقصة نجاح من الخيام إلى المباني الضخمة التي ضمت وتضم أعظم كادر أكاديمي وإداري على مستوى جامعات عديدة، من الخيام إلى التصنيفات العالمية والدولية، من الخيام إلى المراتب العليا التي جعلت الجامعة الإسلامية ضمن أفضل 3 جامعات، الأولى على مستوى فلسطين وأيضا الأولى على مستوى قطاع غزة. بالتأكيد يقف وراء هذا الإنجاز العظيم ويقف وراء هذا الإبداع 40 عاما من الكفاح ومن الإبداعات ومن التميز ومن التقدم، يقف وراء هذا الإنجاز أشخاص بذلوا الجهد الكبير لتصل الجامعة الإسلامية إلى ما وصلت إليه اليوم. اليوم معنا الدكتور كمالين كامل الشعت، والذي تولى منصب رئاسة الجامعة الإسلامية لمدة 10 سنوات. بالتأكيد خلال 10 سنوات كان لها الأثر البارز والبالغ في وصول الجامعة الإسلامية إلى هذه الإنجازات العظيمة وأيضا الجوائز العالمية. نرحب جميعا بالدكتور كمالين شعت، رئيس سابق للجامعة الإسلامية، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا فيكم، حياك الله وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا بكم دكتور، وأكيد نورتونا في حلقة اليوم اللي خصصناها اليوم بمناسبة 40 عام على تأسيس الجامعة الإسلامية. نوجه كلمة من حضراتكم في ذكرى تأسيس الجامعة الإسلامية. يعني الحمد لله رب العالمين، بتصور أنه كل من عمل في هذه الجامعة من بدايتها إلى الآن يعني يحق له أن يفخر بأن كان جزءا من هذا العمل، من هذا الصرح الكبير الذي يعني ما كان يتصور أن يكون هذا المجتمع بدون الجامعة الإسلامية. يعني كان لها أثر كبير وكبير جدا في التقدم في المجتمع المحلي والمجتمع الفلسطيني، وحتى على المجتمع العربي كان له أثر لا بأس به. عندما نقول أننا لدينا أكثر من 100,000 خريج من الجامعة، طبعا إضافة للكلية الجامعية التي هي بنت الجامعة، 100,000 خريج، حقيقة هذا رقم كبير انبث هؤلاء الطلبة بعلمهم وبأخلاقهم وبالقيم التي حملوها في الجامعة. فالحقيقة يحق لكل من عمل في هذه الجامعة أن يفخر بهذه المؤسسة. بالتأكيد دكتور كمالين، وصول الجامعة الإسلامية لما وصلت إليه اليوم بالتأكيد كان يقف وراءه أشخاص عدة، ومن ضمنهم حضرتك اليوم معنا، أنت توليت رئاسة الجامعة الإسلامية لمدة 10 سنوات. خلال 10 سنوات تأسست كلية عريقة وعظيمة من كليات الجامعة، كلية الطب كانت في عام 2006، وهي أيضا خلال توليكم لرئاسة الجامعة. نتحدث قليلا عن هذا الإنجاز وتأسيس هذه الكلية. يعني هو بداية الحقيقة الإنجازات ليست شخصية، يعني هي ممتدة جغرافيا على مستوى كل الجامعة، كل من في الجامعة من طلبة وعمال وعاملين وأساتذة وإداريين ومجلس علماء يساهم في هذا الموضوع، وتاريخي ممتدة تاريخيا بأن من يعمل في من عمل في الحقبة مثلا التي كنت فيها هو امتداد لما قبل وهكذا. طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى أن تمكننا من إنشاء كلية الطب من عام 2006، ويعني بالمناسبة يعني عام 2006 هو عام بداية الحصار على قطاع غزة والصعوبات الجمة التي واجهت قطاع غزة وفلسطين والجامعة الإسلامية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كان هذا الإنجاز بإنشاء الجامعة. ونذكر بأنه تم تفكيرنا بعمل جامعة كلية طب قبل ذلك بحوالي 10 سنوات، وتم دراسة هذا الأمر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وذهبت يعني بعثة من الإخوة في الجامعة إلى مصر وإلى الأردن وإلى السعودية حتى لدراسة إمكانية أن يتم فتح كلية طب.
في ذلك الوقت وجد أنه الجامعة ليست جاهزة تماما لافتتاح الجامعة في ذلك الوقت، لكن بعدها بحوالي 10 سنوات في 2006 تم بفضل الله سبحانه وتعالى إنشاء كلية الطب، ونجد يعني الحمد لله يعني أن ثمرتها ظاهرة من حيث الكفاءة والخدمة الجيدة التي تقدم للطلاب من في الكلية ومن ثم للمجتمع. جميل. الدكتور 40 عام على تأسيس الجامعة الإسلامية، وهي بدأت من الخيام كما نعرف، حتى عرفت باسم جامعة الخيام. كان الطلبة في وقتها يدرسون في الخيام، كان الوضع متواضع جدا. الآن وبعد 40 سنة، كيف يمكن أن نلخص رحلة حياة أو رحلة إنجاز هذه الجامعة العظيمة؟ يعني هي تمثل رحلة الإنسان وإرادته والقيم التي يحملها، يعني بدليل أنها بدأت بالأمور المتواضعة جدا، الخيام كما تذكرين، وأمور بسيطة جدا، لكن هناك إنسان وهناك إرادة وهناك إخلاص، فتجمعت جهود المخلصة، هذه الجهود المخلصة وبنت. ويعني كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فكان برضو عنصر الإخلاص في إتقان العمل موجود إلى حد كبير. فأتصور أنا العنصر الإنساني القيمي هو الأصل في هذا الإنجاز، وطبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. يعني أكيد دائما الاتكال على الله سبحانه وتعالى. دكتور، لو ختمنا الحديث عن مستقبل الجامعة الإسلامية، يعني خلال 40 سنة ما شاء الله الجامعة الإسلامية حققت مراتب عليا، وصلت إلى التصنيفات العالمية مثل تصنيفات عديدة، يعني لو بدنا نتحدث عن مستقبل جامعة بحجم الجامعة الإسلامية، كيف تنظرون إلى مستقبل الجامعة؟ يعني إحنا كما رأينا الجامعة تأثيرها يمتد من الجانب المحلي إلى المجتمع، إلى الجانب الفلسطيني، إلى أن صار لها صيت وسمعة جيدة عربيا وحتى عالميا. أتصور أنه هذا الأمر إن شاء الله يستمر، وبالتالي يمكن أن يكون لنا مواقع متقدمة أكثر في العالم الأكاديمي، يعني من ضمن التصنيف العالمي للجامعات، خصوصا أنه الحمد لله رب العالمين، يعني الأنشطة التي نقوم بها في هذه الجامعة في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها لا تقل أبدا عن أي جامعة في أي مكان في العالم يتوفر له كافة الإمكانات. وإحنا عمال نرى كيف يمكن يعني الجامعة من حيث ترتيبها في التصنيفات العالمية، من حيث حصولها على المشاريع المتعددة التي تأخذها من خلال تنافس مع جامعات عريقة. فأتصور أنا إن شاء الله أنها يمكن أن تستمر في تقدمها، وبالتالي تعطي هذا النموذج لجامعة بإمكانات محدودة يمكنها أن تقوم بأعمال كبيرة. جميل، وهذا ما نشهد عليه جميعا. نعم. دكتور كمالين، طب بختاما كتوصياتكم للجامعة الإسلامية حتى تحقق المراتب الأعلى من هذه المراتب العليا؟ يعني هي لابد أن يكون هناك تمثل للقيم التي نتداولها من الناحية النظرية، من حيث الإخلاص، من حيث الإتقان، الجد في العمل، إلى آخر هذه الأمور. يلزم أن يحرص الإنسان باستمرار على أن يعني يتمثلها عملا وليس قولا. تظل روح الفريق يلزم أن يعني يسود، هو اللي لأنه يعني لابد أن يكون هناك خلافات وجهات النظر وإلى آخره، لكن يحاول كل منا أن يسد ثغرات بعضنا البعض، وبالتالي يمكن أن نتقدم. يعني بركز أنا مرة أخرى
أن الجانب القيمي والجانب الإنساني هو الأصل في أي تقدم إن شاء الله. جميل جدا. إذن الدكتور كمالين سعد رئيس سابق للجامعة الإسلامية وتولى منصب رئاسة الجامعة الإسلامية لمدة 10 سنوات، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة الرائعة حقيقة. حياك الله ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة في هذه المناسبة السعيدة. بالتأكيد شرفتونا يا دكتور، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة. بالتأكيد الجامعة الإسلامية ستبقى منارة للعلم، وستبقى دائما هي الموزع الأول للعلماء حول العالم بناء على تاريخها العظيم. نترككم الآن مشاهدينا الكرام في بث مباشر سيبدأ بعد قليل من انطلاق احتفالات تأسيس الجامعة الإسلامية، والتي وصلت اليوم إلى 40 عاما. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، دمتم بود وإلى اللقاء.